أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا ماريكي. توقعات برج آب دلو اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 18 آب 18/8/2023. هيقدم ليك اليوم مواقف معينة هتتمكن من خلالها من إنك تجني الفوائد حتى لو ببطء. مش بس هيبقى يومك مشجع جدا لمشاهدة أحداث ممتعة، مش هتتوقع انه يحصل ليك كتير. هيكون في ضغط الشغل الزايد، هيبقى مصدر قلق بالنسبة ليك ولخططك ولطريقتك في الشغل. هتقوم بانك تنفذ كل ده وفق ليك. هتفشل في انك تحافظ على التفاهم الجيد مع شريكك، هتبقى اكتر مرونة وهتتبادل كلمات الراحة الممتعة مع كل الاشخاص اللي انت بتحبهم عشان تحافظ على علاقتك جيدة. هيبقى الوضع النقدي بعيد جدا عن انه يبقى مرضي. ممكن ما تلاقيش نفسك في وضع مريح عشان تتعامل مع احتياجاتك المالية. هتتكبد نفقات كتير من اجل صحة والدتك، انت بحاجة انك تحافظ على لياقتك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم هتبقى جاهز، لانه هيسيرك برج العذراء اليوم، هيسير جانبك العملي المفيد. هيتماشى القمر مع عطارد لاحقا مع المريخ، كما هيبقى بينسجم ايضا مع اورانوس. هيخلي وقتك ممتاز جدا وهيجيب لك كتير من الذكاء والابتكار في عضلات وفي دوافع لشغلك والاعمالك المنزلية وروتينك اليومي. هيضع القمر اتصالات وتنظيم وانتاجيات كتيرة في المقدمة. هتهتم باعمالك وده موضوع متطور جدا ليك. هيبقى في استمرار في انك تنشغل وانك تحرز تقدم يرضيك اكتر من المعتاد، لاننا هنكون حابين نشوف النتائج بشكل ملموس لكل جهودنا. أظهرنا النهاردة أكثر تقبل وانتباه من المعتاد. هنولي كتير من الاهتمام والتفاصيل وهنبقى حساسين بشكل جاهز وناقد جدا. هيساعدنا إنجازنا النهاردة عشان نحرر عقلنا. ممكن يكون في نشاط كبير وعناصر ممتعة في الغالب لكن غير متوقعة، هتبقى بتحيط بينا بشكل كبير في عملنا وروتيننا اليومي. هتبقى بنتعلم من خلالها طرق مختلفة للعلاج ومفيدة، بدلا من محادثات واتصالات بتعتبر فيها عمليات نقل قوية عشان نحل بيها نزاع أو مشكلة عندنا في الأسرة. لما تبقى بتتعلق بالروتين وصحتنا هنبقى بنحس بفراغ لو ما جاتش النتائج دي بسرعة، خاصة لو كنا منتجين طالما بنتحدى نفسنا بلطف. حماسنا النهاردة هيبقى بناء جدا وهيبقى أفضل رهان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، لو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.